إنها عودة آلاف الطلاب السوريين إلى مدارس مؤقتة في حلب على غرار هذه المدرسة التي فتحت أبوابها في أيلول سبتمبر في شيخ نجار، وهي منطقة صناعية في محيط حلب لجأ إليها آلاف النازحين في الأشهر الفائتة. ففي بدء معركة حلب في تموز يوليو من العام الماضي أغلقت غالبية المؤسسات المدرسية أبوابها، كما تابع بعض طلاب ثاني مدن البلاد دروساً خلال الشتاء في مدارس سرية فتحها المعارضون. السنة الماضية كان في موضوع بالمنهاج بعض الكتب اللي غير صحيحة تبجل فلان وعلان وتؤلهن بعض الأحيان، وكتاب التاريخ يعني التاريخ يعني مزيف على الأغلب. بحاجة إلى أبواب بعض المدارس، أبواب لا يوجد فيها أبواب أبدا ولا شبابيك. وتقع مدرسة سيف الدولة الأكثر عرضة على بعد حوالي 100 متر من إحدى أكثر الجبهات توتراً في منطقة حلب شمال سوريا، وتغطي أثار الرصاص جدران الملعب. وعلى رغم القصف ازدادت نسبة ارتياد المدرسة التي باتت تضم 1000 تلميذ. يعني هذيك السنة كان يعني أحسن من هاي السنة، ما كان لا كيماوي ولا صواريخ ولا طائرات ولا قذائف. ويتم تموين المدرسة جيداً بفضل كتب مهربة من المناطق الخاضعة للنظام بمساعدة أساتذة يقيمون هناك، ويتلقى الأساتذة حوالي 5000 ليرة سورية شهرياً، ويشمل برنامج التعليم اللغة الإنجليزية والرياضيات والدين واللغة العربية.